شكرا يزن، يعطيك العافية. طيب تعودنا دائما نكون صادقين معكم، واحنا بنتشرف بوجودكم الطيب. نعطيكم خبر يمكن يكون شوي في عندنا خبرين، خبر حلو انه في عندنا مفاجأة كثير مجهزينها حلوة للحفل، وفي خبر لازم نخبركم فيه، لأنه احنا تعودنا نكون صادقين معكم. المفروض انه احنا نشتغل على نظام التصويت بموضوع التشكيلة وبموضوع الجوائز. لأنه دائما بنحاول انه نتصل بالكابتن خلدون، انه الكابتن خلدون مش عارف ليش يفوت يجي، مع انه انا اليوم مش حابب احكي عنه. كابتن خلدون بنتصل عليه، اذا الكابتن خلدون جاهز يكون بالحفل بيكون اهلا وسهلا وبيشرفنا، ولانه احنا بنشتغل بجهود هالشباب الطيبه. اذا خلدون اعتذر عن الحضور بيكون الجائزه للي بعده بالتصويت. الشيء اللي بدي احكيه انه في لاعب المفروض هو بالدوري الفلسطيني المفروض انه موجود بينه، والمفروض انه اخذ اصوات صح، لكن احنا لغينا جلسته لانه لموسمين كان موجود معنا بالتشكيله وما حضر الموسمين وما اخذ واعطى معنا حتى نسلمه الجائزتين. الجائزتين ما زالوا موجودين عند محمود ابو عبيد تحديدا، جائزتين للاعب بالدوري الفلسطيني مرتين لعناها الحفل، وكان موجود بالتشكيله وما حضر على الحفل، فاحنا بنقدر انه يكون عندنا الاسم البديل. احنا في البدايه قلنا انه بنعتذر عن الاطاله والتاخير في موضوع الحفل لعده ظروف، بتعرفوا هذا الحفل بحاجه لبعض التكاليف، فاحنا بنفتخر وبنوجه تحيه كبيره للاخوه باتحاد التجمع المقدسي للاسكان لرعايتهم هذا الحفل الرابع، الموسم الرابع من كره فلسطين الذهبي، ويسعدنا ان نقدم درع تقديري نيابة عن المهندس محمود زحاكة أبو إياد يتسلم المهندس طارق عويسان. شكرا جزيلا لكم، دائما ونفتخر بهذا الحفل بضيافه كذلك قاعه الموناليزا اللي احنا سعيدين جدا بتواجدنا عندهم بهذه القاعه المرتبه جدا، واللي احنا مبسوطين لما دخلناها احنا كطاقم شباب، دخلنا حسينا حالنا جايين بحفل فرانس فوتبول بصراحه، يعني ما شاء الله قاعه مرتبه وجماعه محترمين جدا استقبلونا احلى استقبال وتعاون معنا بشكل كبير جدا. فخلينا نتحدث انه رجال يعني حاولوا بقدر الامكان عندهم واكثر مما طلبنا ساعدونا في تواجدنا في قاعه الموناليزا. دائما كل الشكر لاخونا الاستاذ محمود حسام ابو العبد، بالاضافه للاستاذ زهير مشاهره ابو حسام، لكن سمحونا بكلمه ونرحب بالاستاذ محمود حسام ابو العبد فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل الحضور في هذا الحفل الرياضي، ونتمنى التوفيق دائما للرياضيين وان نشهد الربوع للكره الفلسطينيه. هدفنا من هذه الاستضافه هي دعم الشباب النشيطين في هذه الشبكه. نرحب بكم ونبارك للمتوجين واهلا وسهلا بالجميع. اسمح لنا بدرع تقديري مقدم من الشبكه لتعاونكم دائما معنا. اسمحوا لنا بكلمة قصيرة لشبكة كرة فلسطين وطاقم العمل في إنجاح هذا الحفل إن شاء الله مع أخونا وحبيبنا محمد عبيدات أبو مصطفى الرئيس لقب العالم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين. أما بعد، الحضور الكريم مع حفظ الألقاب والأسماء، وكل من شرفنا في حفلنا السنوي هذا، حفل كرة فلسطين الذهبي لتكريم نجوم الذهب، ليس للكلمات مكان في مقامكم، ولكنها رسالتنا التي نتمنى أن نوصلها دائما، رسالة الكل حاضرا أو من قهرته الظروف للغياب، رسالة الجنود المجهولين، رسالة من واصل الليل بالنهار
لا لأجل إنجاح الحفل فقط، بل من أجلكم أنتم، من أجل رفعة رياضتنا، ومن أجل أن ترفع راية الرياضة الفلسطينية في المحافل الدولية في مقام الذهب. لا عجب أن نستمر للسنة الرابعة تواليا في تكريم المبدعين، فكرة فلسطين جنبا إلى جنب مع الرعاة دائمي اتحاد التجمع المقدسي للإسكان وقاعة الموناليزا وشركة ماستر كوتش واستوديو نصر وكل من حضره وراعا للنجاح معنا. لن نطيل الكلمات، نترك المجال لأصحاب الحفل وأهله، ولكن قبل الختام نعدكم أن نستمر بجهودنا أولا وجهود الرعاة ثانيا، لنلتقيكم في الموسم القادم بأسماء جديدة تتغير بتغير الإبداع، لكن الثابت دائما هو كرة فلسطين وحفلها الذهبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. والله مصطفى بيطلع معك. خلص المرة الجاية تاريخها. يعطيك العافية. قلنا بالتكريمات اللي قدمناها للإخوة القاعة والرعاة إنه يكون التكريم من خشب الزيتون الخاص بفلسطين، واللي يعني بالقصد كنا حاطين خرطة فلسطين اللي إحنا دائما بنقول ضد صفقة الخرطة. يعطيك العافية. بهذا الحفل كنت في إشي عندنا غير شكل. إيش مختلف؟ إيهاب نفسه، كرة فلسطين نفسها، فيش موسيقى اليوم، فيش فيديوهات، صفقة القرن صح، بس في إشي أكبر، إشي بلش من نابلس، من غرفة صغيرة بنابلس، من بلاط البلد، شاب يعني مخ زي ما بيحكي الشوالي مش نورمال، ملك السوشيال، بني آدم مبدع بمعنى الكلمة. بيعرفه اليمني، القطري، السعودي، العماني، عمر السومة بيعرفه، نجوم كبار بيعرفه، كلنا قد بنعرفه. شغله اتخطى الحدود، بده يتكرم لأنه مستاهل يتكرم. من أسابيع صغيرة كان يعاني، كان يشكي، حكى معي وحكى راح على دكاترة كثير. هذول الدكاترة شافوه، شو مالك موجوع، شو وجعك؟ بشكي من وجع لما أروح بين عنكم أروح على الحمام. طيب خذ مسكن، أخذ المسكن الأول، المسكن الثاني، المسكن الثالث ما جاوبش معه، صورة تلفزيون، صورة غنيين مغناطيسي معه ورم، معه كتلة، رغم إنه مبدع، ما شاركش ولا حدا معه وجعه. كلكم تعرفوه، كلكم خدمته، كلكم عمل معكم معروف، بتأكد فيكم واحد واحد. بعد ما عمل الغنيين المغناطيسي حكونا وين روح؟ روح عمل خزعة، كلنا بنعرف شو معنى روح عمل خزعة. عمل الخزعة وأخذوها منه والحمد لله طلعت سليمة. رحبوا معنا بيزيد سليمان الدوكات المعروف باسم يزيد الكريم. البني آدم من شهر ونص بيهاوش الليل، قافله الليل لدرجة انه تشرف في ست ايام على حبيبه تويتر ما ينزلش كلمة واحدة لانه مش قادر يكتب، مش قادر يعمل اشي. كمان مرة سقفوا له. يعطيك العافية. السلام عليك يا زيد، يعطيك الصحة والعافية، وتضل دائما تتألق بشغلك لنجوم الدوري الفلسطيني. بتصور عدد كبير من اللاعبين اتجهوا عديد من الفيديوهات، دائما احنا بنفتخر فيك، وحفلنا ناقص بلمساتك بالفيديوهات، لكن وجودك معنا أجمل شيء للحفلة. يعطيك الصحة. إلى التكريمات والبداية من جائزة الحذاء الذهبي لهداف فلسطين لعام 2019 الكابتن خالد سالم. خالد تألق مع
عدة فرق بالدوري الفلسطيني، وهو حاليا مع نادي شباب الخليل. نتمنى له كل التوفيق، كل التوفيق خالد. مبارك. بدنا نحضر بعض اللاعبين، يعني في عذر مقبول للاعب سامح الوان لتواجد، بتصور سامح مش موجود، لتواجد والده بالمستشفى بإتمام والسلامة. بدنا ننتقل لجائزة أفضل لاعب ببطولة كأس فلسطين، اللاعب حمام أبو حسنين. الكابتن المدرب وائل الحلو. نروح لجائزة حابين جدا انه تكون دائما معنا بالحفل. في عنا نجم كبير، بتصور في عدد كبير من النجوم اللي بيعرفوه، لاعب الزمالك سابقا والملقب باخطر خطير، الكابتن احمد عيد عبد الملك. هو من سيقدم هذه الجائزه وسيعلن الفائز بهذه الجائزه. احمد عيد عبد الملك اللي كان هو هداف من طراز رفيع وقدم مستويات عريقه مع عده فرق مش بس بالدوري المصري، ودائما له خيارات مميزه. راح يكون معنا بهذا الفيديو ان شاء الله جاهز. اوتوماتيك. جائزة افضل لاعب شاب لموسم 2019 يعلنها الكابتن احمد عيد عبد الملك. لنستمع. البهدر يمكن بعرف احمد عيد، صح؟ لعبت معاه؟ طيب يلا. افضل لاعب شاب لعام 2019 في فلسطين، واللي انا شخصيا من وجهه نظري المتواضعه في قادم السنين راح ينافس على جائزه الكره الذهبيه، راح يكون بالاعلان من خلال هذا الفيديو. شاب في فلسطين لعام 2019 اللاعب خير عبد الدين. رحبوا معنا بخير عبد الدين. والرياضيين وتصويت طاقم كرة فلسطين والكباتن والمدربين
الكابتن إسحاق الكيلاني.
نزل الشاشة على نفسها. طيب جائزة القباس الذهبي لأفضل حارس في فلسطين بعام 2019 يعلن الجائزة الإعلامي الرياضي بقناة بي إن سبورتس محمد عدنان. السلام عليكم، أخوكم محمد عدنان يوتيوبر قناة بي إن سبورتس. كم أنا سعيد وسعيد جدا أن أحضر فرصة المشاركة في حفل كرة فلسطين الرابع. يمكن بعد المسافة الجغرافية لعب دور بين أنكم يتواجد معكم، ولكن قلبي معكم هنا من الدوحة. كل الشكر للقائمين على هذا الحدث، وألف مبروك للفائزين في جوائز هذا العام 2019. وبدوري سأقدم جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس في العام 2019، وهي رسميا من نصيب الكابتن رامي حمد. جائزة التاج الذهبي لأفضل مدرب في فلسطين بعام 2019 يعلن عن الجائزة المعلق الرياضي بقنوات الكاس وبي إن سبورتس خالد الحدي. مساء الخير على الجميع، مساء الخير على كل الأجهزة الفنية والإدارية في هذا الحفل. نبارك لكل الفائزين، نبارك لكل اللاعبين. كلفت من اللجنة المنظمة بأن تعلن عن أفضل مدرب في فلسطين عام 2019، وأحب أبارك للكابتن خضر أعبيد. مبروك يا كابتن، تستاهل هذا التكريم المزيد من العمل المستقبل شكرا لكم. شكرا للمعلق الرياضي الاستاذ خالد الحدي، ونوجه له تحيه، ونبارك الكابتن خضر عبيد المدير الفني لنادي شباب الخليل جائزه التاج الذهبي لافضل مدرب في فلسطين لعام 2019. الى تشكيله الموسم لعام 2019، جاهزين؟ الحارس رامي حمادة. تفضل. خلي الخزانة فيها اشياء. كمان وسيم؟ طيب اكو حدا ثاني غير وسيم اخذ صورة واحدة. طيب خلص انت خليك. الكابتن رامي قدم مستوى كبير مع المنتخب الوطني ومع هلال القدس ويستحق هذه الجائزة عن جدارة واستحقاق. جائزة الظهير الأيمن التصوير وعن جدارة وعن فرحة كبيرة منا، شايفين وجه جديد بالحفل. بنرحب بالظهير الأيمن اللي بيض وجهنا كمان مع المنتخب بالمرحلة الأخيرة، الكابتن رضوان أبو كرش. يقدمها اسماعيل حوافد. سموه الى سموه هيك صافي.
جائزة المدافع. ولما نذكر مركز المدافع فوجب جميعا أن نصدر دائما للكبير عبد اللطيف البهداري. المدافع الثاني قدم ب 2019 موسم كبير مع فريقه، وكان بيلعب مع جبل المكبر، وكان هو قلب دفاع وهداف للجبل المكبر، وهو الان بفريق اهلي الخليل. رحبوا معنا بالكابتن حسين جوهر. الظهير الايسر السنة الرابعة على التوالي، اللاعب الوحيد الموجود بتشكيلة كرة فلسطين لأربع مواسم على التوالي، رحبوا بعبد الله جابر. خط الوسط بنقول احنا كجمهور والاستاذ ناصر والحضور جميعا انه خط الوسط في فلسطين بامان، وفي مستقبل جميل لخط الوسط طول ما في الورده. محمود ابو ورده. على فكره هذاك لكن ثاني مره بالحفل اللي قبل برضه هو اللي كرم. بخط الوسط البلدوزر محمد درويش. الأستاذ المعلم اللي الشبكة منه بتتألم صح بالتسعين بالدقيقة 88 خلدون الحمام. لا يا اللاعب اللي احنا عاذرينه لعدم حضوره اللي بتمنى له كل التوفيق اكيد مع نادي القادسية الكويتي الكابتن عدي دبار. احنا شباب عدي الى خط الهجوم الهداف اكيد خالد سالم. اللاعب الاخير في التشكيله بصراحه انا على الصعيد الشخصي غير طبعا زملائي الطاقم بحبه جدا، لانه مش بس لاعب داخل الملعب، هو خلوق ومحترم وهداف. وللمعلومه بارقام واحصائيات مؤسسة البيرة الآن عندهم 17 نقطة لوحده، حسم 13 نقطة للبيرة. رحبوا معنا بالمهاجم الفرد محمد ناطور. واحد جنبه خلص الموضوع. جاهز؟ طيب شباب بإمكانكم أنتم كطاقم تاخذوا صورة جماعية مع الكباتن ليكون بيعنا بالحفل الجائزة الأكبر، جائزة الكرة الذهبية. جائزة الكرة الذهبية هي لواحد من 11 بالتشكيل. جائزة الكرة الذهبية تغلبنا فيها كثير بالتصويت، باختيار المدربين، بجمع النقاط، لنشوف مين صاحب جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في فلسطين لعام 2019. طيب لا اعطينا انتو
جاهز لفتوح هذا. خالد جاهز. جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في فلسطين لعام 2019. خلاص أنتم فضلوا عشان تحضروا معنا فيديو. آخر جوائز كرة فلسطين للموسم الرابع على التوالي. جائزة الكرة الذهبية في الإضافة الجميلة بحفل كرة فلسطين. نذكر السادة الحضور بأنه حامل هذه النسخة الأولى من جائزة الكرة الذهبية من كرة فلسطين. بحكيش الفائز أنه حاملها الموسم الماضي الكابتن خلدون الحمام، لكن من سيكون مش أنت الفائز؟ من سيكون صاحب الكرة الذهبية الثانية من شبكة كرة فلسطين؟ المفاجأة بأن من سيعلن الفائز بالكرة الذهبية هو كبير معلقي قنوات بي إن سبورتس الأستاذ حفيظ دراجي. جاهزين اللاعبين؟ كلكم صوروا 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 كلكم الاحداث العشرة صوروا. شغل المهم استنى. جاهزين؟ صوروا مطور. مساء الخير لكل الحضور. شكرا لمن منح لي هذه الفرصة لكي أتواجد معكم عن طريق هذا الفيديو. بداية أبارك لكل المتوجين بجوائز حفل كرة فلسطين الذهبي. يشرفني من هنا من الدوحة أن أعلن عن اسم اللاعب المتوج بلقب أفضل لاعب سنة 2019 وهو الكابتن عبد اللطيف البهداري. طيب اسمحوا لنا بس قبل التصوير نعطي كلمة الكابتن عبد اللطيف. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم وبرحب بضيوف الكرام. طبعا نشكر كورة فلسطين على المجهود اللي بيقوموا فيه. طبعا احنا كلاعبين زي ما انتم شايفين المنافسة دائما بتكون داخل الملعب، هي رسالة الجماهير. المنافسة بتكون داخل الملعب، خارج الملعب بتكون الأخوان. وفي النهاية الرياضة بتجمعنا ما بتفرقنا. بتمنى من الجميع أن يشوف اللاعبين كيف يكون مع بعض داخل الملعب وخارج الملعب. وأنا بشكر كل واحد صور كتير على هاي الجائزة. وكذلك
شركة ماستر كوتش. شكرا لكم جميعا كباتن ولاعبين مدربين وحضور، تشرفنا بتواجدكم معنا، وان شاء الله نقدم بالموسم القادم بحفل جديد في كرة فلسطين. جيبه جيبه جيبه.